هاي أيها الزعيم، هل تسمعني؟ لقد فعلت كل ما طلبتموه مني، لذلك أبلغ القاتل بألا يؤذي ران. كان يعلم منذ فترة طويلة أن الزعيم لم يكن إلا أقرب شخص إلى قلبه، والدته التي يحبها كثيرا، ولذلك فقد قبل بهذا العمل فقط ليخلصك من عالم الإجرام. مستحيل. ولو كان حيا الآن لحاول إيقافك مجددا مهما كلفه الثمن. سأريكم. أبي ران، ران تعالي إلي يا ران. أبي لحظة، لا تبكي.